مناسبة عظيمة أقول لنقف معا لنستذكر ما أولته الجزائر لستينية الاستقلال من أهمية بالغة، ويتجسد ذلك من خلال القرار السامي للسيد رئيس الجمهورية بداية وعنايته بهذا الموضوع، تلك الأهمية التي تم من خلالها الإعداد لبرامج الستينية تتجسد في ذلك القرار للسيد الرئيس من خلال تشكيل لجنة وطنية تعكف وفقط على إعداد برنامج الستينية. هذه اللجنة التي أشرف عليها السيد الوزير الأول شخصيا ونابه في ذلك السيد رئيس الأركان، وأعضاؤها كانت مشكلة مما لا يقل عن 12 قطاع وزاري، وكان لكل القطاعات تقريبا برنامج خاص أحيت من خلاله هذه الستينية. أيضا في سياق تبليغ رسالة التاريخ، رسالة المجاهدين والمجاهدات وذوي حقوق الشهداء، أقول واجب الوفاء والعرفان يقتضي منا بذل كل ما يلزم في هذا الصدد لتبليغ رسالتهم وتشكيل رصيد وطني راقي نحتفظ به نرقيه ونتركه، لأنه يعد بالنسبة لنا أمانة واجبة التبليغ للأجيال والناشئة، وهي من أولويات التي نوليها في قطاعنا الوزاري. أنجزت منصة أخرى هامة للغاية وهي ما نفتخر به في وزارة المجاهدين أيضا، هي تطبيقة إعلام آلي مكيفة حسب البرمجيات المتعلقة بالنقال، مختلف أجهزة النقال المحمولة، ويتعلق الأمر بتاريخ الجزائر 1830-1962.